عليكم ومرحبا بكم في انا طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على مسمن معمر بالخضر والدجاج، كيجي لذيد بزاف مذاق الحوت. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم، درتها لكم بطريقه مغايره. كيف كتشوفوا معايا، هادو هما المسمنات ديالي في الفران. بلا ما نطول عليكم، خليكم تابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه بالعجين اللي غادي نحتاج فيها، عندي 400 غرام ديال الدقيق الفورص، زدت عليه 100 غرام ديال الفينو، يعني عندي نص كيلو بيناتهم بجوج، ولكن دائما كنغلب الفورص على الفينو. غادي نحتاج واحد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نبداو على بركه الله، غادي ناخذ الملحه نضيفها، وطبيعه الحال غادي نحتاج الماء. وغادي نحتاج نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، هانتوما شو شحال ممكن كثرش صافي. غادي ندير غير ما بارد يعني من الروبيني، غادي نجمع به هاد العجينه ديالي وكنخليو العجينه تكون قاصحه شويه. غادي ندير هاد الدلك في الماكينه، ممكن الا ما عندكمش ماكينه دلكوها غير بايديكم ونرجع معكم ان شاء الله. صافي رد الكاس مزيان العجينه ديالي كيف كتشوفوا، وخليتها راسحه هانتوما شفتوا ولا كي راه مدلوقه. دابا غادي نشكلها كرات مباشره باش نخليهم يرتاحوا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت صافي. دابا غادي نخليها ترتاح، نغطيها بالبلاستيك الغذائي شحال ما خليناها ترتاح مزيان. وما انا بديت بها هي الاولى باش نحيدها عليا. دابا من بعد ما ارتاح المسمن مزيان، غادي ندوز نوجد الحشوه اللي غادي نحتاج فيها جوج خيزوات وجوج قرعه خضراء. غادي نحكهم في الحكاكه الغليظه ونرجع معكم ان شاء الله. ثاني حاجه غادي نحتاجها هي واحد الصدر ديال الدجاج، غادي ندير غير كميه قليله ديال صدر الدجاج. كنكثر الخضره على الدجاج، ممكن ما ديروش الدجاج، ممكن ديروا كفته، ممكن ديروا الطون، ولكن الطون كتخليوه حتى كطيب لكم هذه الحشوه وتزيدوه في الاخير. انا دابا عندي واحد الصدر ديال الدجاج، انا فيما كناخذ الدجاج كناخذ ليه الصدر وكنخبيه حيت كنبغي ندير فيه ندير به بحال هذه الوصفات. راه ممكن ديروا غير الطريف راه كافي. انا غادي نطحنو، غادي نقطعو بحال هكا طريفات ونطحنو. صافي راه دغيا طحنات، هي ماشي كطحن بحال الكفته، كطحن بحال الطريفات الصغار شفتو، ولكن نتوما ممكن ديروها بحال الكفته اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. نضيفها هنا غادي ندوز دابا للتوابل. كيف كتشوفوا معايا، غادي ناخذ زيت الزيتون هو اول حاجه بعدا. غادي نزيد شويه ديال الموطارد، غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الموطارد تكون عامره مزيان. غادي ندير صوص الصوجا تقريبا واحد المعلقه كبيره. هنا عندي شويه بودره البصله وشويه ديال بودره الثومه، الا ما عندكمش ممكن تحكوا واحد البصله صغيره وديروا واحد الفص ديال الثوم محكوك. معلقه صغيره ديال الاعشاب مناسبه فيها الزعتر، زعتر فيها حتى النافع، فيها الازير، فيها بزاف نعناع يابس. غادي ندير شويه ديال الكمون، ما نكتروش الكمون، شويه البزار، اصبر يابس مطحون، ملح
شويه ديال السودانيه اختياريه. سكنجبير خرقوم بلدي وشويه ديال التحميره. ما غاديش نكثر التحميره غير باش تعطينا واحد اللون اللي تيكون زوين. غادي ندير الملحه، الملحه ما كثرهاش حيت درت فيه الصوجا. صافي كي شفتوا معنا هذه هي الحشوه ديالنا، يعني بسيطه ما فيهاش مكونات كثار. غادي نحرك حتى كيطيب الدجاج وطيب الخضر ونرجع معكم ان شاء الله باش نعمروا اولا نوجدوا المسلمنات ديالنا. صافي الحشوه ديالنا ها هي طابت كيف كتشوفوا هانتوما. دابا غادي نخليها تبرد ندوز نوجد المسمن. من بعد ما حيدته من البوطه خليته برد شويه، درت ليه شويه ثلاثه من الاحسن ديروا هاد الفرماج والحشوه سخونه. درت ثلاثه ديال الفرماج مثلث وغادي نخلطهم مزيان مع الحشوه. ممكن في بلاصه ما ديروا فرماج مثلث ديروا فرماج احمر، انا بغيت نعطي الحشوات مختلفه شويه، يعني نبعدوا شويه على الفرماج الاحمر كاين اللي ما كيتوفرش عليه. ودابا من بعد ما ارتاح المسمن مزيان غادي ناخذ الزيت، ناخذ كره هانتوما راه ارتاح المسمن شفتو. انا خليته هو الاخر، عجنت هذاك الشيء وخليته هو الاخر، يعني حتى وجدت الفطور كامل. دابا غادي ندوز ليه حيت هو كيطيب في الفران ساهل ما كياخذش الوقت كثير. وانا غادي نسرح المسمنه ديالي تكون رقيقه، رشوا دائما الزيت. دابا من بعد ما سرحت العجينه ديالي رقيقه كيف كتشوفوا غادي نرش شويه ديال الزيت باش تجينا مقرمشه ومورقه. وكنطويها بحال اللي كنصيب مسمن عادي. راه كنت صيبت معكم واحد المسمن حلو بنفس هذه الطريقه، المهم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي غادي نشكلهم كاملين بحال هكا بحال مسمن عادي ونديرهم تحت البلاستيك الغذائي باش يرتاحوا ونرجع معكم باش نعمرهم. دابا غادي نكمل كلهم غنديرهم بنفس الطريقه. دابا راني كملت المسمن كامل، ها هو شكلته غطيته بالسلوفان. هنا خديت اول وحده بديت بها، غادي ناخذ شويه ديال الزيت وكنسرحها بحال هكا. كناخذ شويه من الحشوه بسم الله كنديرها في الوسط. وغادي نجمع الجناب بحال هكا شفتوا. انا عندي هاد القوالب هادو اللي في هاد الشكل يعني ديال المول العجيب، الا ما عندكمش ممكن تحطوهم غير هكا راه كافي، تحطوهم في اللاطة. غادي ندهن شويه بالزيت وهاد الجهه هي اللي تتكون لتحت. هانتوما شفتو نحاولو نقادوها. صافي دابا من بعد ما كملت المسمنات ديالي شاطوا لي ثلاثه ما بقاتش لي اليوم العمارة، عمرتهم بالمربى اولا الكونفيتير. هنا هما هاد ثلاثه وهادو راه عمرتهم بداك الحشوه اللي حضرتها معكم. دابا غادي نديرهم في لاطا ندخلهم الفران اللي سخنته من قبل، درجه الحراره تكون متوسطه. في الاول كنشعل غير لتحت حتى كطيب المسمن ديالي، كيبان لي بدا تيطيب من الجناب. غادي نحيدو ديك الساعه غادي نهبطو لتحت باش يتحمر ليه الوجه ديالو، وغادي نحيدو من المول ديالو الا بان لي مازال ما تحمر من التحت حيت هذاك التحتاني هو اللي غادي يكون الوجه.
غادي نقلبهم ونديرهم ندخلهم مره اخرى في لاطا، ندخلهم الفران باش يتحمروا شويه ونطلعوا ان شاء الله باش نكملوهم في التزيين. صافي دابا من بعد ما طابوا مسيمنات ديالنا كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، سمعتوا الصوت راه كيجيو مقرمشين. ما بغيتش نوريك حتى نكمل التصوير باش نحل لكم بشي وحده تشوفوها. المهم دابا التزيين غادي نحك شويه الفرماج احمر. غادي نحط شويه الفرماج احمر هنا الوسط، كتزيين الا ما درتوش يعني الا ما كانش عندكم هاد القوالب هادو غير ديروهم دواور وحطوهم في اللاطا وحطو فاش يطيبو حطو فوقهم شويه الفرماج احمر اولا بلاش، غير هكا راه كيجيو لذاد بزاف. وغادي نزيد شويه الحبوب الخشخاش غير من الفوق كتزيين باش يهرس اللون. اخر حاجه نضيفها هي الطريفات ديال الحامض. وهذا هو الشكل ديال المسيمنات ديالنا كيف كتشوفوا، من بعد ما زينتهم بالفرماج احمر وشويه الحامض وحبوب الخشخاش هادو ما شفتو كيف تيجيو، راه كيجيو مقرمشين. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. لا تنساو تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. خليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.